الدكتور يقول ان ابوي توفي دماغيا. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب وش قال العلاج؟ ما في علاج، ما بيدنا اي شيء نسويه. شلون يعني ما في يدنا اي شيء نسويه؟ خلاص نفقد الامل؟ حاله واضحه وثابته ومعروفه يعني. نسفره برا، ودي مستشفى ثاني، نلقى له حل، نلقى له علاج. لو تروح ل 100 مستشفى بيقولوا لك نفس الكلام. أنا أبوي مو قاعد يحس بيدي الحين، رغبات قلبه هذه اللي قاعدين نسمعها كلها ما منها فايدة. يا أخي أنت مستوعب؟ عشان يكون نبضات قلبه لها فايدة لازم نسوي الشيء الصحيح. هذا قلتها شيء صح، نلقى له علاج. شيء صحيح زي ما قال الدكتور أننا نتبرع بأعضائه. في الماضي كان يتم الاعتماد على توقف القلب والتنفس لتعريف الوفاة، لكن مع تقدم العلم اكتشفوا أن مو كل شخص يتوقف قلبه ونفسه لدقائق، ومع الإنعاش القلبي والرئوي يعود للحياة، فاتضح أن هذا تعريف ناقص للوفاة. اكتشفنا أن هؤلاء الناس اللي يتوقف قلبهم بحيث أن الدم ما يوصل لجذع الدماغ لفترة معينة إلى ما يموت جذع الدماغ وجزء من الدماغ، عند هذه النقطة تكون الوفاة تحققت بلا رجعة. نسبة العودة للحياة بعد وفاة جذع الدماغ والدماغ والتشخيص الصحيح بالوفاة الدماغية صفر. في أجهزة بنستخدمها طبيا هي التي تمنع باقي الأعضاء من أنها تموت، فالخلايا في هذه الأعضاء بالغصب بيتم تزويدها بالأكسجين وبتزويدها بالدم حتى العضو، في على العضو مش على كيان الإنسان كامل، لكن العضو يبقى حي. دكتور يقول أنها مسألة وقت لين توقف الرئتين ولا القلب، وفي ناس كثير عايشين ينتظرون هالتبرع. ايش قاعد تقول يا علي؟ يعني استغني عن حياة ابونا عشان واحد غيره يعيش؟ اللي غيره عنده امل، ابوي حالته ميؤوس منها. ابوي حي يتنفس. تركي ابوي مات، لازم تقتنع يا اخي. حتى انت يا فهد خلاص؟ وين اللي املنا بالله كبير وفي ناس كثيرة قامت من غيبوبتها؟ كل شيء راح، كل شيء تلاشى. غيبوبة هذاك قلتها، أبوي حالته وفاة دماغية، في فرق. الدماغ مثله مثل أي عضو في جسم الإنسان، قد تصيب قشرة الدماغ أو أجزاء منها بعض الأمراض، وهذا يقود إلى غيبوبة قصيرة أو طويلة ثم يفوق منها مرة أخرى. هذا يفرق عن الوفاة الدماغية، لأن الوفاة الدماغية أحد ركائزها هو وفاة جزء مهم من الدماغ اللي هو جذع الدماغ، جذع المخ. فوفاة هذه المنطقة في الدماغ أول شيء هي بلا رجعة، لا تعود مرة ثانية للحياة، وهي أقرب ما يكون بانفصال الرأس عن الجسم. السلام عليكم. السلام. أعتذر، نسيت أعطيك أوراق التبرع. لا لا لحظة لحظة، من اللي قال لنا وافقنا نتبرع؟ معلش يا أخوان، أنتم أهله، القرار راجع لكم أنتم. دكتور هل تأكد الحالة أنها وفاة دماغية؟ يعني ما في أمل ولو بسيط. إلا في أمل، في أمل إن شاء الله. للأسف لا، أنا مقدر وضعكم، ودي أن يكون في أمل، لكن مثل ما أنتم شايفين التقارير كلها أثبتت الوفاة الدماغية ما في أمل. هذه أوراق التبرع والقرار لكم أنتم. التأكد من تشخيص الوفاة الدماغية أولوية طبعا لأهل المريض بدون شك، وحتى للطاقم الطبي. البروتوكول الذي يقوم على أساسه تشخيص الوفاة الدماغية بروتوكول صارم جدا، يستدعي القيام بالفحص أكثر من مرة من أكثر من طبيب في أوقات مختلفة، والأطباء لازم يكونوا كمان متخصصين في تشخيص الوفاة الدماغية. ولا يوجد فعليا حتى حالة واحدة سواء عندنا أو حتى في العالم تم تشخيصها عبر البروتوكول بشكل صحيح وعادت الحياة مرة أخرى. أنا فهمت كل شيء قلته، بس ماني مرتاح للقرار. كلنا ما حنا مرتاحين للقرار. عموما أنا أقول نشوف أمي وش رأيها. حتى أمي تبي تضيق صدرها. أمنا لازم ناخذ رأيها في مثل هالموضوع. أمي أكثر واحدة تعرف شو يبغى أبوي، لازم تكلمونه. وزراعة الأعضاء تصنع فارق عظيم في حياة من تم نقل الأعضاء لهم. بديت أتعب، جاني فشل رئوي مدة 3 سنوات ونص، كنت مقعد على الجهاز. فبعد العملية كل شيء تغير، يعني حسيت أني نولدت من جديد حرفيا. كان عندي مشكلة في الرئتين، آخر 5 سنين قبل الزراعة كنت أتنقل بأنبوب أكسجين. سويت العملية، كل شيء قاعد أجربه أول مرة أطلع الدرج بدون ما أتعب. التبرع بالأعضاء بعد الوفاة عمل عظيم بدون شك. لا يوجد عمل أراه أقرب لفكرة إحياء النفس من التبرع بالأعضاء.
قال لك هالي يما؟ قال لي عفو الله يطرح فيكم البركة يا عيالي. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على رضاه وعطاء. بس أقول لكم شيء يا عيالي، الحياة هي حياة الآخرة ما عاد في حياة الدنيا. هذا طريق احنا ماشيين عليه كلنا، الحمد لله على ما أعطانا رب. والحين أقول لكم يا عيالي، افرضوا أني أنا هالحين بي القلب، مو بتفرحون أنكم تلاقون متبرع؟ ما تفرحون الحمد لله لو ميكم عنا بعد نبيه خلي تبرع تلوى ولا لهالمسلمين اللي بحاجته؟ الحمد لله على كل حال. المتوفي دماغيا يستطيع التبرع بكليتين لشخصين مختلفين، الكبد احيانا لشخص واحيانا يقسم الكبد الى شخصين، البنكرياس لمرضى اللي عندهم سكري، الرئتين برضو قد تكون لشخصين مختلفين او لشخص واحد، والقلب. تحسب نسبة التبرع في العالم لكل مليون نسمة. في الدول المتقدمة كأسبانيا مثلا وبعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية قد تصل نسبة التبرع بعد الوفاة الدماغية إلى 50 متبرع لكل مليون نسمة. في دول الخليج تصل بين 4 إلى 5 متبرعين لكل مليون نسمة. الحمد لله وعظم الله أجركم، قراركم غير حياة ناس كثير. زرعنا بنكرياس لشاب عمره 27 سنة، وزرعنا كلية لأم تقسم مرتين بالأسبوع. وحب أبشركم، أبوكم قلبه ما مات، ما زال ينبض في صدر شاب عمره 16 سنة. الله يكتب لكم الأجر ويرحم الوالد. عافاك الله. سلامتك.